تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا النهارده، بحب ابارك لكل الاهلاويه على وجه الكره الارضيه. الاهلي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا بالعرق، بالمجهود، بالكفاح، بلاعبيه بفضل الله، ثم موسيماني ولاعبي النادي الاهلي. النهارده معدنا مع فيديو مع الخروف شوقي السعيد، او خروف شوقي السعيد، او عجل شوقي السعيد. مهيب عبد الهادي مسح الارض بشوقي السعيد، والمفاجاه ان شوقي وفى بوعده والرهان اللي حصل ما بينه وما بين مهيب ودبح الخروف. مش كده وبس، لا ده قل ادبه كمان وقال على لعيب الاهلي انها مش قادره تقف على رجليها، ركبها بتخبط في بعضها، وان المنافس ضعيف، والنادي الاهلي فرقه فاضيه، الخ الخ الخ. قبل ما هسمعكم صوت وصوره، الواد الخروف قال ايه على اسياده؟ حضرتك هتدعمنا بلايك للفيديو، وهتشترك في القناه، وهتفعل زر الجرس، وهتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. بالنسبه لاخواتي الاهلاويه اللي داخلين عن طريق الفيس وبيلاقي كل ما يجي يعمل لايك او يعمل كومنت او يشترك في القناه يطلب منه تسجيل الدخول فبيكبر دماغه، حضرتك هتلاقي فوق الفيديو ثلاث نقط، الثلاث نقط دول هتدوس عليهم هتلاقي فتح في اليوتيوب، هتدوس على فتح في اليوتيوب هتقدر تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل اللي انت عايزه. هنسمع بالصوت والصوره مهيب عبد الهادي قال ايه للخروف، قصدي لشوقي السعيد، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. اوعوا تروحوا في اي مكان ونسمع. النهارده طبعا جون بقى، ايه الجون اللي جابه حسين الشحات ده؟ خلاص انت كده يا ابني جبت فلوسك يا حسين، اسمعها مني، انت جبت فلوسك اللي الناس بتتكلم عليها، 10 مليون دولار و10 معرفش ايه و150 مليون، انت كده يعني وفيت بجد، جبت فلوسك. الراجل خده قطمه كده وقطمه كده. قبل كده كان في قطمه برضه بس معرفش، مش فاكرها. كان في قطمه، طيب مع مين؟ لا مش فاكرها. طيب بصوا يا جماعه، بصوا الرياكشن، يا لهوي دول قاعدين في عزا، الناس قاعده في عزا والله، مع ان في بص ده جه، ده الجون بتاع مين؟ ده جون الاهلي. ايوه بيزقق. طيب كابتن للنادي الاهلي، الاهلي مع موسيماني بقى شكل تاني، حاجه روعه، حاجه يعني ولا في الخيال. الاهلي بينتقم من الوداد المغربي، الوداد المغربي فاز على النادي الاهلي في النهائي وخد منه بطوله افريقيا 2017. قوم النادي الاهلي يعني مش عارف بقى اقول لكم ايه، رايح جاي يعني، احنا بنخلص، احنا بندبح زي ما الخروف اتدبح النهارده. ها خروف اتدبح، شوقي السعيد دبح الخروف، شوقي السعيد ذبح الخروف وقال لك ان شاء الله الوداد هتكسب ثلاث، اهو ان شاء الله ربنا استجاب منك يا شوقي والاهلي كسب ثلاثه، وهي الثلاثه. فما تخشش في حاجات تانية، دي مش رهانات، دي حاجه لله هو ذبحها، والراجل اوفى بوعده وهيكون معانا بعد قليل من دمياط. كان بيتفرج على الماتش في دمياط، دمياط الجديده، وقاعد بقى رياكشناته ايه على كل كره دي، الوداد بيعمل كده تخيلوا، كل ده عشان ما يذبحش الخروف. بس هو اصلا جايب الخروف من امبارح، هو عارف ان الاهلي جامد وهيكسب. فبعد كده شوقي تراهن، انت سامعني وقاعد قدام الشاشه وسامعني، وهتبقى معايا مع الكابتن رضا عبد العال، بعد كده تراهن على الزمالك، تراهن على اللي ليك، ما تراهنش على اللي مش ليك. ماشي يا شوقي، مبروك للنادي الاهلي النهارده. ليش دعوه بقى في اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه والتغييرات والاداء، الاهلي كسب 2-0 يا جماعه في المغرب و3-1 هنا، يعني حاجه جميله. ما وقفش على الاوفسايد، يعني واحد مركز، ده مسكوه في ماتش الزمالك يا عيني اتبهدل، مروان محسن اتبهدل في ماتش الزمالك لما ساب الكوره وما لعبش عليها، والكوره ما كانتش اوفسايد. دلوقتي الكوره يا دوب بكعب، كوره جون 100%، ولان زمان ما عرفش رفع عليه،
ولعب على الكره لنهايتها، حاسس ان انت اوفسايد مش حاسس ان انت اوفسايد، العب لنهايه اللعبه. ده تقنيه الفار، لازم المهاجمين والمدافعين، انت كمدافع العب على الكره جون مش جون، اوفسايد مش اوفسايد، شاكك مش شاكك، العب للنهايه. عمل ايه؟ لا والنبي بلاش دلوقتي، بلاش دلوقتي. الخروف فصل يا رجاله. الخروف الذي ينتظره الملايين. بصوا يا جماعه، وش اصفر، وش اصفر يا عيني، والمصحف. اقسم بالله وش اصفر. يا عيني يا شوقي، يا لهوي يا شوقي، راحت فلوسك يا شوقي، راحت فلوسك يا شوقي. لا بس الخروف مش عاجبني، تحس ان هو قليل شويه، انا هعتبره ده بتاع قبل النهائي، بتاع النهائي عايزين حاجه مليانه. وما تشوف بقى هتعمل ايه بقى، هتراهن على الزمالك بايه؟ هي دي مش المراهنات يا جماعه، ده راجل عامل حاجه لله واوفى بوعده. يا جماعه الخروف اللي انتظروا الملايين اهو، خلي بالك يا شوقي، ده توصيه كل واحد بيقابلني كل ثانيه، الخروف فين؟ اقول له جاي والله. الخروف فين؟ والله شوقي، شوقي السعيد يفي بوعوده. يا سلام، الاهلي خلص عليك يا شوقي. بص يا جماعه والله وش اصفر يا جماعه، والله بص الحزن يا بوع من عيناه. كفايه بقى، عشان خليها بقى لما كابتن رضا يجيلي. هذا هو على الماتش الاولاني، حتى لو في غيابات وفي عندهم مثلا ميسي واحنا ما نعرفش، عندهم مثلا نيمار واحنا ما نعرفش، فرقه كويسه يا كابتن، اقوى من رجاء. لا بص، هي فاقت لما احنا، بص هي فاقت علينا في اخر ربع ساعه لما احنا رجعنا ورا وعملنا جول تاني، فهم كتفوا عشان انت رجعت. ما عندكش، لو عندك حلول وكنت غيرت كان هيبقى الموضوع عادي جدا، وكنت ممكن تجيب الثاني وممكن تجيب الثالث. خد بالك، انا شايف ان التأجيل ده لصالح نادي الزمالك يعني. أيوة بس انا يعني انا ماشي موافق فنيا، لكن ما ينفعش نادي الزمالك يرحب بالتأجيل من قبل ما يكون في خطابات رسميه. بص هيتأجل غصب عنك، هيتأجل. ايوه سواء الرئيس. أيوة. هي بس ايه، بص مش كان في قبل كده قال لك احنا بنرحب، وانا بنرحب كده، فانا هياخدوا برأي كابتن محمود الخطيب، بس النادي يقول لك لا انا عايز اجل. بقول لك ايه، انا بناء على طلبات الجماهير يا كابتن شوقي، عايز حته لحم. لا بناء على طلبات الجماهير، سمعنا يا كابتن شوقي، تدي فرصه للناس الثانيه عشان يبقى عنده يعني مثلا ادى لعلي لطف النهارده عشان يبقى رجليه موجوده في الملعب عنده تشكيله. هو فرقه كسبانه 5-1 بمجموع المباراتين، وكسبانه الوداد اللي كسب الاهلي في الفاينل 2000. الماتش ده الاهلي خوف ازاي؟ كلام محترم. لا انا بكلمك بمنتهى الامانه، الاهلي بقى فرقه تقيله. هو فرقه كسبانه 5-1 بمجموع المباراتين وكسبانه الوداد اللي كسب الاهلي في الفاينل 2017، تقول لي فرقه ضعيفه؟ مع احترامي لحضرتك يا كابتن، النادي الاهلي بيلعب جون ديفنس، بيلعب على اكمل مرتده لحد ما يجيب جول. جاب جول لا ما هو تكتيك، يعني تكتيك ضعيف، مش تكتيك ان انت يعني قوي، لا بتلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي عندك. فلو فتحت جيم، لو لعبت جيم مفتوح صدقني هتخسر. طب وليه هعمل جيم مفتوح ده وانا شايف اصلا مع الزمالك استراتيجيه وفلسفه بتاعت الراجل على قد امكانياتك؟ حلو صح يا كابتن، انت قلت على قد الحدث مد رجليك، فعلا هو كده، ولكن انت لو لعبت جيم مفتوح، يعني انت ما لعبتش جيم مفتوح قدام بيراميدز، كان لو انت بتلعب كده قدام بيراميدز كان بيراميدز يعني جاب جول. لا يا شوقي ده ما تفكرناش بيراميدز، بيراميدز النادي الاهلي بيلعب ناقص، بيلعب ناقص. شوقي هو انت الخروف مضايقك قوي كده يا شوقي؟ ده ما طلعش من نص الملعب يا كابتن، هو ماتش بيراميدز الاهلي مين الخروف؟ ماتش ايه اللي ما طلعش من نص الملعب؟ نضيع واحده في الفاينل، نضيع ضربه جزاء وهو ناقص. ده الفرقه بتاعت بيراميدز بصراحه فرقه، او المدرب عموما، خلينا في المدرب ما عندوش فكره. ده بعد طرد السوليه ده كان لازم ينزل براس حربه ثانيه، لان اللعبه دي بلغه الفوز عشان ياخد المركز الثاني. خلينا نقلب عليها. والله يا جوي ايه ده بس ايه فلوس؟ طب اقول لك حاجه، الخروف ده انت جايبه بكام؟ هشاركك فيه ما تقلقش. جايبه بكام؟ عندي الحمد لله، انا بربي عندي المزرعه. يعني انت جايبه ببلاش اهو، يعني ببلاش. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، استنى بس، الخروف ده مش خروف، الخروف ده بدريه.
لا خروف والله. لا 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 الخروف ما بيبقاش ودانه كبيره كده. هتقول خروف؟ اه في خروف؟ آه. لا لا ذكر هو ده ذكر ده ذكر. هو اكبر من عنده متاكد ان ده بس مفيش ذكر ودانه ده ذكر. التاني اسمها اسمها لبنيه مش بدريه. اسمها ايوه لبنيه صح. لبنيه بدريه المهم مش خروفيه. طيب كم كيلو بقى؟ المهم راح فين بعد ما اتذبح؟ لا والله ما وزنت بس خروف حلو والله كده. راح فين بعد ما اتذبح؟ اتقطع وعد هجيب لك منه ان شاء الله كده. ولا انت مأجره من جزار يا اخي؟ قول عادي ما انت ممكن مثلا تجيبه ياخد اللقطه وترجعه تاني صح. بص يبقى كده مأجره. لا والله لا والله هقول لك على حاجه. انا والله يا كابتن بص الخروف ده كابتن رضا ده هو عمالين يحلل. لا 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 ذبح ذبح يا عم حبيبي. بص يا كابتن رضا يا كابتن رضا ده اغلى خروف. الخروف ده جاي من سينا معدي النفق من سينا جاي من بلوزه بالظبط من المزرعه من بلوزه ومعدي النهارده اقسم بالله معدي النهارده وجاي بقول لك ايه بقول لك ايه يا شوقي هو انت جبته قبل المباراه يا شوقي دفع عليك جاي قبل المباراه انت جبته قبل المباراه يعني انت واثق ان النادي الاهلي هيفوز قبل المباراه ايوه عشان انت مش عارف بس يا كابتن شوقي يا كابتن مهيب وفيت بالوعود بتاعتك يا كابتن شوقي والله ده سمات الزملكاويه كلهم يا كابتن بيوقفوا بالوعود. لا والله. وثانيا انت بتتكلم مع الكابتن رضا، الكابتن رضا احسن مدرب في مصر. طيب مالك يا شوقي زعلان؟ لا راجل بتاع كوره معلش يا كابتن رضا انت راجل بتاع كوره بتفهم كوره. راجل يعني معلش يعني انت لو ماسك فرقه زي الزمالك زي الاهلي زي المقصه زي الفرقه ديت هتعرف تعمل شغل كويس عليها ويبان لعبك وشغلك ولعبك كله انت مختارها. طيب. انا بصراحه من الناس اللي مقتنع بيك جدا يا كابتن رضا حبيبي يعني مش عايز اقول ليه يا كابتن اسمعني معلش 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 اكمل بس كلام بس بك من اللي انت عايز تاخدني في حته ثانيه كده مش مثلا اللي هو الواو يعني و ربنا يبارك في الكلام دوت. قول لي بقى وشك مستر ليه كده النهارده؟ لا بصراحه راهنت على فرقه تعبانه جدا يعني انا مش شايف ان هي فرقه كويسه ورغم ذلك برضو على فكره النادي الاهلي مش كويس برضو يا كابتن وكابتن رضا يقول لك النادي الاهلي مش مثلا اللي هو الواو يعني النادي الاهلي هناك يا اخي طب ما تراهن على فرقتك بتراهن على فرقه غيرك ليه؟ يا كابتن اسمعني معلش 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 اكمل بس كلام بس بك من اللي انت عايز تاخدني في حته ثانيه كده اخدك في ايه؟ النادي الاهلي مش كويس النادي الاهلي مش لا لا بص انتوا عايزين بص الاعلام الفتره الجايه هيبين الاهلي اللي هو بعبع ولا لا الاهلي عادي جدا ايوه فرقه عاديه جدا طيب. فرقه زيها زي اي فرقه ايوه فرقه مع احترامي ليك كانت نازله النهارده اللعيبه كان ركبها بتخبط في بعض كان هو بس الحكم حسب لهم جول لا لا كابتن رضا يرد عليك اول مره اشوف حكم بيحسب جول هقول لك هو بس يا كابتن اول مره اشوف حكم بيحسب جول وما يرجعش للفار يعني هو ما يرجعش للفار ارجع للفار انت وشوف الكاميرا لا هو حسب يا عم ما هو رجع بالسماعه في تكنولوجيا تقدمت دلوقتي هم كلموه بالسماعه قالوا له الكوره يعني جول لازم يرجع يشوف هو يا حبيبي لو في شك لو في شك يروح يشوف لازم نروح ايوه لو في شك يروح طب ما الراجل في ماتش الرجاء والزمالك ما راحش ما كانش في شك طيب كابتن رضا هيرد عليك مش انا بص يا شوقي بصراحة يعني بصراحة هو النادي الأهلي خلص المباراة من المباراة الأولى. النهاردة هو بيلعب يعني أنت عارف على قد الحافة جدا يعني مش عايز يجد نفسه الراجل ضمن الوصول للنهائي. سمعنا أنا بعتذر بس عشان الصوت واطي بس ده من المصدر نفسه من القناة نفسها. الأول مهيب عبد الهادي خدوا غسيل وماء في البداية. وبعد كده جه رضا عبد العال كمل عليه. لكن الشوقي ولا الخروف ولا العجل اللي بيتكلم قال ان النادي الاهلي فرقه عاديه واقل من عاديه واللعيبه بتاعت النادي الاهلي ركابها نازله بتخبط في بعضها تمام؟ وبيتكلم بيقول ان النادي الاهلي اتحسب يعني هدف تسلل والحكم ما رجعش يشوف الفار. يا ابني حبيبي القانون بيقول لك ايه؟ ان لما بيبقى اللعبه بتاع الفار مش قادر ياخد قرار فيها وحاسس ان هي فيها وعليها بيروح يقول للحكم تعالى شوفها انت. مش كل كوره بيقول له شوفها، يعني لو في كوره مثلا
بيبقى الفار والحكم متاكد 100% انها فاول، الكره دخلت 18 في في مخالفه او في ضربه جزاء، ما بيقولش الحكم تعالى شوفها خلاص، هو بيديله القرار من اوضه الفار، هو احسب ضربه جزاء من السماعه. لكن الباشمهندس مش معانا خالص، لا فاهم قانون ولا فاهم كره ولا فاهم تحليل ولا فاهم اي حاجه، هو عشان بس متربي في مزرعه لل يعني الخرفان والعجول فلقط منهم فنعذره. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيتكلم على ماتش بيراميدز، بيقول له اللي بيقول له ده ماتش بيراميدز النادي الاهلي مقفل وبيلعب على المرتده. راح رضا عبد العال اداها له في الثمانينات، قال له يا عم انت بتتكلم ازاي، ده النادي الاهلي مهاجم ومبهدل بيراميدز وجايب كره في العارضه ولا كورتين في العارضه ومضيع ضربه جزاء وبيلعب ناقص 10 وبيراميدز مش عارفه تفوز على النادي الاهلي. النادي الاهلي بيراميدز مش عارفه تفوز عليه وهو متاخر وهو يعني ناقص عددي وهو جات له ضربه جزاء ومضيع كورتين، وكان النادي الاهلي بين قوسين او ادنى ان هو يفوز وعمل ماتش عالمي على بيراميدز. دي نقطه. النقطه الثانيه بيتكلم وبيقول ان يعني في جزئيه هو ما جابهاش، قال لك النادي الاهلي هيخسر في النهائي ويتراهن على عجل ان هو هيجيب عجل ويذبحه. فزنقوه في الكلام، طلع ان هو اصلا العجول والبهايم دي كلها مش بتاعه، ده الظاهر هو شغال او مشارك واحد او بيطلعهم موهبه الله اعلم، ولكن هم مش بتوعه. تمام. بس ده يلخص لك ايه؟ اول حاجه حاجتين. اول حاجه ان الكائن الزملكاوي تفكيره على قده، لا فاهم قانون ولا فاهم في اصول اللعب ولا فاهم في اختصاصات الحكم ولا فاهم في اختصاص حكم الفار ولا اي حاجه. زي ما طلع جمال عبد الحميد من قيمه يومين قال لك ان الوداد محتاج يكسب النادي الاهلي 4-0 علشان الهدف باتنين خارج الارض. طب ما هو النادي الاهلي لو جايب هدفين هناك في خارج الارض، ما هو هو لو يعني لو غلب 2-0 القانون ان انت تحسب الهدف بهدفين ده في حالة التعادل فقط، في حالة التعادل فقط بيتم احتساب الهدف بهدفين. فهم عقولهم طراوا خالص بليلة، مش فاهمين حاجة وطلعيني. بس هو كره هدفين للنادي الاهلي وخلاص، هو بيكره النادي الاهلي عشان النادي الاهلي احسن. طب والله العظيم انا اقسم بالله ما كنت اعرف بيلعب مركزه ايه شوقي السعيد، ما كنت معرفش مركزه ايه بجد، بس لما هو قال انا احسن من وائل جمعه بقى عرفت انه مدافع، يعني عرفت ان هو بيشغل مدافع، بس لعب ايه وامتى وفين ومع مين عرفت برضه بالصدفه ان هو كان في الزمالك وكان بيمسك دبوس ابره وشكشك في اللعيبه وحاجات يعني مقرفه، حاجات يعني لعب اطفال في حضانه. فشوقي السعيد او شوقي الخروف اتكلم وهرى كلام كتير لما النادي الاهلي فرقه فاضيه وفرقه على قدها، كسبت بمجموع المباراتين 5-1 5-1. قال وداد مش في مستوى، قال وداد بعد كورونا الامر اختلف، ولكن انا مش مشكلتي ان الفرقه اللي قدامي يبقى عندها نقص عددي او عندها خوف او 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 او. النادي الاهلي مرعب افريقيا يا جماعه، اللي بيلعب لصفوف النادي الاهلي عارف ان اي فرقه داخله قدامه بتبقى مرعوبه، ده بالعكس ده بتوع الوداد هم اللي كانوا ركابهم بيخبطوا ببعض، ده تكتيك وتكتيك في الملعب، هو مش فاهم حاجه. ما اعرفش ان موسيماني فاهم التيتا وقابل الوداد كذا مره، موسيماني قابل الوداد كذا مره وعارف ان الوداد قبل كده غلبت موسيماني لما كان بيدرب سان داونز، لكن هو ما يعرفش، مش قاري تاريخ ولا قاري جغرافيا ولا عارف اي حاجه في اي حته، هو بس بيكره النادي الاهلي وبيراهن على النادي الاهلي. ليه؟ عشان صفحات النادي الاهلي تبتدي بقى تتكلم عنه، اليوتيوبرات تتكلم عنه، يشتهر البيت، بعد ما كان عواطلي مش لاقي حاجه يعملها يطلع بقى في قناه الزمالك، يطلع مع الواد هاني كتكوت، يطلع مع مهيب، يطلع مع ابراهيم فايق، يطلع مع ابراهيم عبد الجواد، يطلع مش عارف مع مين، ويبقى بقى حاجه وهو لا حاجه ولا زيه زي الواد احمد عيد، هما الاثنين واحد، نفس الهبل ونفس التيتا، بس احمد عيد يعني لعب في الزمالك لعب في بتاع يعني هنقول، لكن ده محدش يعرفه والله العظيم. واحد كان بيسالني على الصفحه امبارح مين ده؟ مين ده؟ محدش عارفه، لا ليه تاريخ ولا جغرافيا ولا كان في منتخب ولا كان في زفت، محدش عارف له اي حاجه، ولكن هو اخذ القرار الصح ان هو يتكلم عن النادي الاهلي عشان يشتهر ويبقى مشهور وعشان اكل عيش. ومن دمياط يقول لك النادي الاهلي، يعني مش عايز اغلط في حد بس يعني ما يعني مش عارف.
مش عارف اقول ايه، ولكن كره الدفين للنادي الاهلي عند ناس فعلا المثل قال العين ما تكرهش غير اللي اعلى منها، وده عشان الاهلي حارقهم ودبحهم وكويهم، فعندهم حرقان غير عادي من النادي الاهلي. طب يا ريت النادي الاهلي قابل الزمالك علشان نعرفهم حجمهم ايه ونضعهم في حجمهم كويس. بتكلم بيقول لك النادي الاهلي بيدافع بيدافع، يا راجل روح شوف كارتيرون يا راجل اللي بيلعب على المرتده يا راجل، ده لعب مع النادي الاهلي 3 ماتشات ما كانش بيعمل حاجه غير ان هو بيلعب على المرتده وكان بيقفل الدفاعات. هقول ايه، ده الماتش اللي فات بتاع الرجاء العيال مرصوصه كلها في ال 18 لعيب الزمالك، وراحوا بهجمه مرتده، هو الزمالك بيعمل حاجه غير انه بيقفل ويلعب على المرتدات، وجاي بتقول النادي الاهلي اللي عمل ده؟ النادي الاهلي دبحهم دبح الوداد هنا وهناك، جاي انت تقول ان النادي الاهلي بيلعب على المرتده ومقفله؟ يعني شوف الحاجه تبقى فيه وجيبها فيك، سبحان الله يا رب. يعني الزمالك اللي مع باتشيكو ولا باتشيكو ومع كارتيرون بيلعبوا بدفاع بحت بحت، وباتشيكو اكتر، باشيكو اكتر ما فيهاش تاني، باشيكو باشيكو اكتر بيدافع دفاع مستميت، بيرص لك اللعيبه في ال 18، تحس ان انت بتلعب مع غزل المحله، بتلعب مع مين؟ مع المقاولين، بتلعب مع انبي، مع اللعيبه، مع الفرقه اللي هي ما بتعملش حاجه غير انها بتدافع، حتى الهجمه المرتده ما بتعملهاش. فهو بيعتمد على سرعات بن شرقي وبن غربي وساسي وباسي وبتاع وبيلعب على كده. فمستغرب ازاي بيتكلم على كده، بس الواد رضا عبد العالي ادهمله، بس الصوت كان واطي، في حاجات انتوا سمعتوها حاجات ما سمعتهاش، بس انا جبت لكم ملخص الفيديو ده. ردنا على الخروف، وان شاء الله نبارك ان الاهلاويه والنادي الاهلي على الفوز بدوري ابطال افريقيا باذن الله الفتره اللي جايه. احنا بنتمنى ان الرجاء يفوز، بس لا دلوقتي احنا بنتمنى الزمالك يفوز عشان النادي الاهلي يضعه في حجمه اللي يتناسب معاك. انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنساش حضرتك تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا. اخواتي الاهلاويه اللي جايين عن طريق الفيس وبيعانوا من تسجيل الدخول، لما بيجي يعمل لايك او كومنت او اشتراك حضرتك هتلاقي ثلاث نقط فوق الفيديو اهم، الثلاث نقط اللي جنب بعض دول هتدوس عليهم هتلاقي فتح في اليوتيوب، هتروح دايس على كلمه فتح في اليوتيوب هتلاقي نفسك هتعمل اشتراك وهتعمل كومنت وهتعمل لايك من غير ما يطلب منك اليوتيوب تسجيل الدخول. انا بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.